السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبألف خير. اليوم جيت انا ونزهة والميمة وبعبد الله وريحانة هي يا سلام عليك دينا عليكم من خير الحمد لله انتم انا كنت كنوا بخير ولا خير. الله يحفظك ليا يا اختي، الله يحفظك. جينا اليوم عند العمه ديال نزهة عائشة، جات جينا ديك خطره في الليل وخا داك مباش لينا داكشي مزيان، واليوم جينا بنهار، جينا نفوجوا شويه، جينا للطبيعه وداكشي كما كتشوفوا هادشي تبارك الله زوين زوين هنايا. الانسان خصو يفوج شويه واخا بالبساطه وداكشي، ولكن الحمد لله بحال كتحس براسك بحال في الباديه، داكشي زوين تبارك الله. عندهم هنا ما يدار، ولكن بغيناش نصوروا داكشي فهمتي، راكم عارفين. ايوا هانتوما معانا اللي درناها، هانتوما معايا يلا. رجعت معكم اخوتي وخواتاتي، خرجت من تما كاينه، جيت هنا نصور لكم. ها انتم كما كتشوفوا طبيعه ربيعه كما قالت نزهة. ها انتم شوفوا كل واحد داير المسائل ديالو هنايا، كاين اللي باني. ها انتم ها الزيزات هما فين كيلعب فين كيديروا، وهنا كاين الدجيجات وداكشي، كاين شي حاجه باقا لداخل ولكن ما خارجاش مع سادين عليها. وكاين هذا القوري كيقولوا ليه القوري، حنا ما عاقلين القوري، هاد كاين القوري وكاين البط هو هاد الصغيور هذا اللي بانت ليكم، ها هما جوج طيطات. وهاديك القوري هذاك الكبير تيكون طبيع شويه، هذاك تيعض هذاك بعد المرات. كنت انا كنعقل في الدرب، عندنا القديم واحد السيد كان عنده القوري كله بيض، وكان كبر من هذا شويه، و عرفتي دخلتي مع واحد الزنيقه ولا تلقوا بحال هكا، والله ما كيتفك معك كيتبع، واش شي 10 10 وحدات كانوا عنده ولا ما عرفتي كيتبعوك. راه ولاد دربنا القدام عبد السامع وداكشي اللي كانوا في الدرب راه عارفينك، ما كيخليكش تخرج بعدا الا دخلتي ديك الزنقه والله الا خرجتي، ويتبعك يعضك يتبعك يعضك. ما عليناش، كما كتشوفوا والله الا عادي من الانسان يخرج يفوج شويه مع راساته. كما عارفين المشاكل ديال الدنيا وداكشي، بنادم تيكون داير مزموط، فاش كتخرج لهنا كتحس بواحد الراحه نفسيه. شي غير يخرج بنادم غير للطبيعه، واخا ما يكونش بحال هكا عند غادي عند شي واحد، غير للطبيعه العروبيه وداكشي، كتحس بواحد الاجواء زوينه، وكتحس بواحد الراحه نفسيه، وكتحس بواحد الهواء نقي كترتاح فيه صراحه. الانسان مره مره يخرج يفوج على راسه والله العظيم. زعما كرامه فاش كرات نزهة الطونوبيله، والله الا كرامه. بعدا كاينه هي جابتنا لهنايا الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ايوا اي حاجه غادي نديروها انتم معنا يلا. فين ما يمشيو نزهة مشات مع عمتها وراجل عمتها، مشاو هنايا لواحد الفيلاج هنا يتغداو، شنو غيخص العشاء وداك الشيء، حيت غالبا نبقاو هنا تنتعشاو. ايوا راه فين ما يجيو هما يوم نشوفوا شنو غنديروا انتم معنا يلا. عجبك الجو هنا ريحه؟ هاهي القوري هذا كيقولوا لي القوري هذا البطيطات، ها هما كاينين لداخل شي وحدين صغار، ولكن ما سادين عليهم ما يخليهمش يخرجوا، حيت مازال صغار ما تخليهمش مع الكبار. راه قبيح القوري، راه تيكون قبيح. اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك. وهذه هنايا ديال راه هما كتشوفوا هنا ديال شي واحد اللي داير بحال الشكل ديال شي داير فيها سميتو شي شو ديك الحميمات راه هما فين طايرين. هذه ديال شي واحد كيدير فيها الحفلات، هذيك فين كاين داك السور من وراه كاين شي واحد كيدير تما الحفلات وداك الشيء كيكريها يمكن على ما اظن، هادشي اللي سمعت.
صباحك. انا رجعت معكم اخوتي وخواتاتي من بعد ما دوزنا ديك العشيه وظلام علينا الحال تما كاينا. تعشينا تما كاين عند عمت نزهر في ديك الفيرما ديالها بحكم ظلام الحال تما ومع ما كاينش الضو كثير. التليفون عندي انا ما تيصورش بالليل مزيان، ما بغيتش نصور لكم باش ما يبانش داكشي مضبب بزاف، وتكون ونكون حتى انا ونزهه دايرين بحال بحال تقريبا في سميتو في هذا في داك الفلوق. قلت نغيرو حنا الشكل وبغيت نكمل الفيديو ديالي انايا بشي هضره اللي كانت خاصني نقولها. رغم بزاف ديال شي ناس الله يهديهم خرجوا تيقولوا على نزهه، تيقولوا انت كذابه، انت ما ماشي انت اللي كنتي كتسوقي في الطريق ديال تغازوت ديال تغازوت على المشطاج الطريق ديال هذا هذه الباراديس. راه السيمو اللي كان تيسوق، راه محمد هو اللي كان تيسوق السيمو، راه حنا شفنا راجل هو اللي تيسوق، راه السيمو هو اللي كان تيسوق. بالعكس انا ما تنسوقش اصلا، انا باقي بيرمي ما دوزتوش، نزهه سبقاتني هي اللي دوزت بيرمي الاولى. انا كنت تقيت وعاود تراجعت، ما بقيتش مشيت، بقيت بغيت نمشي على شي ظروف عندي انايا، ما بغيتش نمشي داكشي علاش. وكما قلنا كما قلت لكم راه نزهه اللي صاقت، ونزهه هي اللي كانت تسوق بينا، ونزهه اللي داتنا ديك الطريق وجابتنا من ديك الطريق وتبارك الله عليها. بزاف اللي كيقول لها ماشي انت هي اللي صدتي، ماشي انت هي اللي صدتي، وكاين اللي كيقول لها وانت يلاه شاده بيرمي وغادا شاده ديك الطريق، علاش ما تشدش ديك الطريق؟ عادي جدا، انسان عنده واحد الشجاعه وعارف راسو غيزطط غامر او غادر. تيقولوا اسمحوا لي انا العام بدا التليفون هكا، تيقول لك غامر ماشي غامر او غادر، زعما كاينه تمشي تلوح راسك للمهلوكه، ولكن الانسان تيشوف راسو هو كابابل قادر يدير واحد الحاجه يعني يديرها. يعني بالعكس بحال دابا نزهه كتشجع بزاف ديال الناس اللي كانوا خايفين من السياقه، يعني كاين بزاف اللي كتلقى عنده بيرمي عام ولا عامين وما تيسوقش، ولا صد بواحد 6 شهور ولا 7 شهور وما عمرو ساق، متخوف من داك السوق. تيقول لك انا غادي نخرج غنسوق هادي، غنقدر نمشي شي واحد ندير هادي، غتوقع عليا غتفعل عليا. تيبقاو ديما داك الهلاويس كيهضروا لي في دماغو، تيقول لي لا عندك هادي هادي. لا بالعكس نزهه شجعتها هي غنسوق في هاد القناه، تسوقي فين ما بغيتي، واخا تيسوقوا فيها غير الناس انا كنت عليها وعاود كنقولها لها دائما، تنقولها شوفي نزهه سكتي في البلاصه ديال الناس الحريفيه، يعني ديك الفيراجات اللي كاينين في باراديس، الناس اللي فايتي مشاو لباراديس راه عارفين الفيراجات كيفاش دايرين تما كاينه والطريق كيفاش دايره، يعني كيسوقوا فيها الناس حريفيه يعني دوزين سنين ومينين في السوق. يعني انسان مبتدئ وكيمشي في ديك الطريق وتيزططها راه تبارك الله عليه. يعني هنا كنقول لها انا شابو لك نزهه وبرافو عليك بزاف بزاف من هذا المنبر هذا. وهنا باش كنقول للناس اللي كانوا كيقول لها لا راه انت ماشي انت اللي كتسوقي، انا جيت كنكذبكم كنقول لكم راه هي اللي كانت كتسوق ماشي انا. هي ما بغاش تهضر على هذا الموضوع، ولكن انا قلت نهضر هنا في هذا الموضوع هذا، وانا نقول للناس لانني انا ما تنسوقش، يعني علاش غنكذب نقول لها انا تنسوق وهي اللي كذا، انا اللي كنت كنصور ماشي هي، انا كنت بارك حداها ولا اللي كنت كنصورها، هي ما صورناهاش هي سايقه، ولكن كنت كنصور الطريق باش غنبقى بهادي مع الطريق. هذا ما كان. وبالنسبه لكم بالنسبه للناس اللي يكونوا شادين بيرميات جداد، تشجعوا راه هاد الفيديو اللي دارت لكم نزهه، ولا الفيديو اللي دارت لكم بانها تتسوق وساقت في بلايص اللي شويه قاصحين عليها هي كمبتدئه، راه كتموتيفيكم، كتموتيفي الناس اللي يلاه شادين البيرمي، كتموتيفيهم يعني خرج السوق ما تخافش. يعني حيت السواقه تيقول لك السوقان، فالسوقان الناس اللي كياخذوا بيرمي تيقول لك السوقان غير زعامه، راه دابا حتى الحريفيه تيقول لك السوقان غير زعامه، حتى واحد ما تزاد معلم. يعني الانسان تيبدا بواحد تيكون ما عارفش، راه حتى بزاف د الحوايج بزاف د المجالات، لا في الصناعه لا في بزاف د الحوايج، يعني المجالات اللي كاينين ديال الخدامي كلهم، يعني حتى واحد ما كيكون مزيد معلم، شويه بشويه الانسان كيتعلم. الناس الحلويات راه كيدخل كيتعلم في واحد المدرسه ديال الحلويات، الطبخ كذلك هو مثال، الميكانيك، بزاف د الحوايج. يعني الانسان ما كيكونش معلم وكيبقى بشويه بشويه يتعلم، ماشي تزاد من كرش مو تزاد معلم كيدير ديك الحاجه، لا. من هذا المنبر تنقول لكم تموتيفاو مع نزهه، لان نزهه موتيفات بزاف ديال الناس، وبزاف اللي قالوا لها تبارك الله عليك نزهه وشكرا لهم، هاد الناس اللي كيقولوا لها شكرا لك وتبارك الله عليك اللي سبتي في هاد الطريق. يعني انسان فاش كيسوق ديك الطريق وكيصور لك وتيقول لك انا راه سقت في هاد الطريق، راه كيموتيفي واحد اخر باش هو ينوض يدير، ماشي حد داك البيرمي، حيت بزاف الناس لاحس العوان تيشد البيرمي
واش يبقى خايف اكثريه الناس النساء العيالات كيبقاو شادهم ديك الخوف الهاجس ديالنا اللي ما نسوقش في السنقه ما نسوقش في هنا ما نسوقش هنا. لا بالعكس بحال دابا الفيديوهات اللي دارت نظام مؤخرا ديال السوق انا كانت موتيفي انا قلت الله اكبر كانت موتيفي يعني عطاتكم واحد الشحنه ديال الانسان باش ينوض ويمشي يسوق يشط الطوموبيل حتى هو ويقول بسم الله وتوكلت على الله ويزيد ويمشي ويسوق حتى هو. هذا هو الفيديو ديالنا هذا هو التكامله ديال الفيديو ديالنا كما قلت لكم على حساب انا غير فاش شفت لكم مونتير قلت نزهو الله حتى غادي نكمل الفيديو ديالي بهاد الهضره هادي على حساب هاد القضيه ديال السوقات يقولوا راه محمد اللي كيسوق انا والله ما تنسوق باش نجيكم بالاخر باقي ما ندوزش بيرمي فعلا تقيدت ولكن ما كملتش يعني خليت نزاهي اللي كملات كلا كملي انت بعدا الاولى لان هي بزاف شحال هادي وكانت باغا دوز بيرمي وكان هاجس زياده باش دوز داك البيرمي والحمد لله دوزاتو وشداتو وصاقت ولات تبارك الله عليها يعني ماشي نقول محترفه ولكن راه غاده الاحتراف لان بدات تبارك الله كتشد السوقان وداتنا واحد الطريق اللي صعيبه بزاف كنقول لها تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي. وقبل ما نقول لها بالسلام عليكم ما تنساوناش دائما من اللايكات ومن البارطاج ومن الكومنتات الزوينه ديالكم. يلا السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.